اتي من راسي ولا اتت من عند امي، من القرط. ثم اتم، ركزوا في كلمه اتم. ليش قال الله اتم؟ لان في ناس كثير ما بيتموا صيامهم، فلذلك الله قال اتم. لو الفطور وقت اذان المغرب كان الله يوضح في القران افطروا اذان المغرب، كان النبي يوضح يقول افطروا اذان المغرب، لا به ايه ولا به حديث تدل على ان الفطور وقت اذان المغرب. يا اخي اديني اي، اديني حتى حديث ضعيف اني افطر المغرب وانا افطر. يقول لك شوف النبي قال اذا ظهر من ها هنا وغربت من ها هنا فافطر ها هنا وكهابا. يا اخي في حديث انه افطر اذان المغرب اول ما يقول الله اكبر افطرت ما ابش. فلذلك لا تتشدد في رايك، لا تتشدد، المجال مفتوح للنقاش. هتتشدد، لا تتشدد الا اذا بحكم واضح من القران. يا طرطور، يا شرموط، حتى لو انت شيخ، حتى لو انت شيخ، حتى لو انت شيخ وطرطور شعله ما تحرش دم اي واحد. يا شرموط، يا شرموط، بيظل الناس، اقسم بالله ان هؤلاء العلماء والمشايخ هم الذي بيظلوا الناس. لا تصدقوا لهم، لا تصدقوا لهم ولا تتبعوهم. تخيلوا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداك ابي وامي يا رسول الله. رسول الله ما فسرش القران، رسول الله، لان النبي لو فسر القران كان حيحصر التفسير، ما عاد احد يقدر يفسر القران. كنا نقول كيف نزيد نفسر القران؟ قد رسول الله فسره خلاص ما. ولكن النبي خلى المجال مفتوح، الكل يفسر القران، والكل يلتمس من القران، والكل يعيش مع القران، الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هزلت اخواني الافاضل، والله هزلت. انا اقول لكم للاسف احنا الان شبابنا عيالنا كثير من عوام الناس صاروا ياخذون الدين من الرقاصات، من الممثلين، من الصايعين الضايعين، من الناس الهبل، من الناس العبط، ياخذون الدين وتفسير القران مهندس ديكور، مهندس مدني، واحد ما ادري شنو شغال، كهربتشي، ميكانيكي، كل واحد يفتي في الدين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واحد اخ عزيز من المغرب يمكن يشوفني الان بعث لي رساله نفس السؤال، احنا نصوم صح كذا كذا، فبعث لي رابط، واذا برابط ادخل حق اليوتيوبر اليمني اللي اسمه مصطفى المومري. انا مصطفى المومري ما اعرفه صراحه ولا تابعه، ولكن شفت له كم من مقطع، احيانا تاتي في الخيارات بعض المقاطع من زمان، يعني عن حرب اليمن وما حرب اليمن، وما ابي اتكلم عنه. انا لا اريد ان اتكلم عنه كشخصيه، شخصيته انتم تعرفونها، ولكن انت يا مصطفى، وحاب اوجه لك رساله بكل احترام، ما راح اغلط عليك ولا راح استهزئ فيك ولا ولا ولا، انت ايش دخلك في الدين؟ أنا بسألك سؤال، أنت ايش دخلك في الدين؟ يعني الحين من زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الناس يشوفون الرسول، يشوفون الرسول، ويش أنت تفكر أن الدين بس جاي حضرتك تفتي؟ في أشياء يا أخي جات من 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 نظر المسلمين للرسول، أفعاله وسلوكياته وتصرفاته. الخلفاء الراشدين نقلوا الإسلام، الصحابة نقلوا الإسلام إلى التابعين، والتابعين نقلوا الإسلام إلى أتباع التابعين، إلى أن وصل لنا الإسلام. كل هذول اللي شافوا الرسول يفطر لما يقول الله أكبر غلط، أنت اللي صح، لا لا أنت اللي صح. أبو حنيفة غلط، الأئمة الأربعة، الشافعي، أحمد بن حنبل، الإمام مالك، كلهم غلط، أنت مصطفى المومري اللي صح، أنت اللي صح. صدق أنت اللي اكتشفت النظرية اللي احنا يعني تايهين عنها 1400 سنة، تايهين عنها، وانت اللي جبتها، انت اللي جبتها. نعم، استحل وجهك، خلك في فيديوهاتك، لا تتدخل في الدين. كل يوم طالع واحد يخبص في الدين، ايش قاعد يصير في الأمة؟ والمشكلة اخواني الأفاضل ان في شباب مصدقين الفتنة أشد من القتل، فتنة الدين، يعني انك انت تفتن واحد في دينه تحوله من الايمان الى الكفر،
هذا هي الفتنة تشده من القتل، وأشياء عديدة إحنا بالجهل نفسرها، بالكلام الفاضي نفسرها. فعشان إحنا نفسر القرآن الكريم نرجع إلى وين؟ إلى كلام أهل التفسير، أهل العلم. مو بروح حق مهندس ديكور، مو بروح حق واحد كهربائي كل يوم طلع لنا واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يكون فيكم الرويبضة رقاصة تطلع، أنا الرأس دا عبادة، أنا جهاد، تسمي رقص جهاد، ويطلعونها في قنوات فضائية ويطلعونها في التلفزيونات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة للجميع، أول ما يأذن الله أكبر حط التمرة وكل وأفطر، وما عليك من السفهاء، ما عليكم من السفهاء اللي قاعدين يضحكون عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. يقول صديق يسألني ما ردكم على تفسير قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ونحن ما أطبق علينا الليل؟ يقول لي صيامكم في خلل، أتم الصيام إلى الليل. لا، الليل بغروب الشمس دخل الليل، بغروب الشمس دخل الليل، لكن هذه بدايته، هذه بدايته، حتى يكون الغسق وهو مغيب الشفق الأحمر، هذا الليل الدامس يسمى، اللي هو مغيب الغسق، لكن دخل الليل بغروب الشمس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأرد بإذن الله على هذا الأستاذ يتكلم عن الصيام. طبعا هو عنده قناة يسب فيها الحكام وكذا، يعني هذا عنده فيديوهات ترفيهية وما شابه ذلك، لكن يبدو أنه أحب أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى ويفتي الناس. فقال إن صيام المسلمين كله خطأ، وكلهم صيامهم باطل، لأنهم يفطرون عند أذان المغرب، ولا بد من أن يكون الإفطار عند ما تكون السماء مظلمة، وقبل ذلك فعندها صيامهم يكون باطلا، باستثناء الروافض صيامهم صحيح، لأن الروافض صيامهم يكون يعني ينتظرون حتى تصبح السماء مظلمة. الله ما قالكش تتبع العالم يا عبيط يا غبي يا حمار. انتبه من أنه تتبع العالم، اتبع هذا يا أخي، اتبع هذا الأخ. أما عالم تتبعه؟ لا، غلط. الله نزل القرآن وقال فاتبعوه. لا، هو يقصد أنه نتبع القرآن، لكن بفهم من؟ نزل القرآن وقال لكم فاتبعوه، تبع القرآن ما تتبعش المشايخ. إذن نتبع القرآن ولا نتبع المشايخ، لكن أحيانا قد لا نفهم القرآن، فنرجع في فهم القرآن لمن؟ للعلماء أم لغيرهم؟ أنا قريت القرآن ودبرت فيه وبحثت ودورت وسألت، لو ما فعلت الفيديو هذا يعني قبل ما يعمل هذا الفيديو هو بحث وتدبر وكذا حتى عمل الفيديو، لكن العلماء يتكلمون من رأسهم هكذا ويضلون الأمة. فلأنك أنت الذي بحثت وتدبرت، علينا أن نأخذ بكلامك وأن نصوم كما تقول أنت. طيب استاذ، يا أخي قرأ القرآن أنت وافهم القرآن أنت. عادي، افهم القرآن أنت، كلام صحيح، ما في مشكلة أن تفهم القرآن، القرآن مو مكتوب بلغة أعجمية. صح أن في معاني في القرآن ما عاد تفهمهاش، ولكن ارجع إلى التفاسير. طيب ما التفاسير كتبها علماء، والعلماء بالنسبة لكم المضلون، يعني لابد من أن تكتب لنا أنت تفسيرا حتى نأخذ بتفسيرك ونفهم القرآن بفهمك. ارجع إلى النحو. نرجع إلى النحو. طب كتب النحو من الذي كتبها؟ لابد من أن تكتب لنا كتب نحو جديدة، لأن العلماء مضلون، أنت الذي تكتب لنا كتب النحو. طيب ننتقل الآن بعد ما عرفنا لماذا علينا أن نتبعه، ننتقل لمعرفة ماذا قال. ثم أتم الصيام إلى الليل. سبب مقنع لنترك العلماء ونأخذ بمن يقرأ القرآن هكذا، يعني لنفترض أننا نريد أن نترك العلماء لأنهم مضلون ونأخذ بكلامك لأنك أنت تدبرت القرآن. طب ما هكذا يقرأ القرآن؟ أليس هذا باستهزاء بكلام الله؟ هكذا يقرأ كتاب الله؟ هل يجوز لمسلم حقا مسلم أن يقرأ هكذا كتاب الله؟ الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. في ناس كثير ما بيتموش صيام. طيب لماذا لا يتمون صيامهم؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل، لماذا الناس لا يتمون صيامهم؟ الناس الآن بيفطروا، ليش؟ لأنه بيأذن، بتسمعوا الأذان، أول ما يسمعوا الأذان يفطروا، وعادوا ضو، بتشوفوا ضو 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 ضو. والله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب وين المشكلة؟ حتى الآن أنت ما بينت لنا المشكلة. أيش دخل الأذان في الفطور؟
ما هو الأذان يقول لك أنه بدأ الليل، غابت الشمس. لو ما يأذن نصلي مغرب، أش دخل الفطور؟ لا لا تربطوش الأذان بالفطور، لا تربطوش الأذان بالفطور، صيام باطل. حكم على صيامنا بالبطلان. طيب علمنا أنت لماذا صيامنا باطل؟ ليش؟ لأنهم بيفطروا وقت أذان المغرب، مغرب وقت غروب، أش دخل الفطور في المغرب؟ ما هو نحن مشروع لنا الصيام إلى وقت الغروب. الفطور الليل، أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، الليل مش وقت الغروب، نحتاج من كتاب الله إلى الليل. طيب يعني هو يريد أن نتبعه لأنه هو تدبر القرآن وفهم أن الليل ليس هو وقت الغروب. طيب ما الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، العرب يفهمون أن الليل يبدأ عند وقت الغروب، هكذا يفهم العرب. طب الله أنزله بلسان أنت لا تفهمه وتريد أن تتدبر دون أن تفهم اللسان الذي أنزل فيه هذا القرآن، دون أن تفهم كلمات القرآن الكريم. أنت تقول يجب أن نرجع إلى النحو، النحو يعني مستوى أعلى من مستوى أن تفهم كلام العرب، أن تفهم الكلمات. عندما أقول لك طاولة تفهم منها أنها عصفور، أنت بحاجة إلى شيء أن تدرسه قبل أن تصل إلى مرحلة دراسة النحو. يقول ابن سيدة في كتابه في صفحة 396 في الجزء العاشر طبعا، قال الليل عقيب النهار الذي يأتي بعد، عقيب يعني الذي يعقب النهار الذي يأتي بعده، ومبدأه من غروب الشمس. هكذا تفهم العرب، تفهم العرب أن الليل يبدأ عند غروب الشمس، أتم الصيام إلى الليل، وصلت الليل غربت الشمس أكلت بس. هذا قاموس ثاني وهو لسان العرب معجم لابن منظور في المجلد 11 في مادة ليل، الليل عقيب النهار ومبدأه من غروب الشمس، نفس الشيء. فأنت إذا لم تكن تعرف معنى كلمة الليل، العلماء يعرفونها، بس يعني هنا كل المشكلة يجب أن تكون انتهت عندك.